بتشتغل مع لعيبة بروفيشنال ومع ديفلوبمنت بلايرز طالعين علشان يمثلوا مصر. وانا عمال اقول ده يعني تو جود تو بي ترو، يعني كل حاجة بنطلبها من إدارة الجامعة الجامعة بتقدر توفرها لنا، إضاءة، ملاعب. حقيقة يعني مش عارف أشكر مين ولا مين، فعلا الجامعة جامعة محترمة والإدارة جميلة. تنس من وانا عندي 6 سنين. انا تصنيفي في الناشئين تحت 18 كنت وصلت 8 على العالم، ودي اول حاجه بتحصل في الوطن العربي من 50 سنة تقريبا. فاحنا هنا بنيجي نتمرن مع بعض هنا في ملاعب ستارز اكاديمي في GOC، بنيجي بنلعب بوينتس، بنلعب مع كابتن مصطفى نعيم، بنعمل فيتنس كل حاجه. طبعا احب اشكر الجامعه ان هي موفره لنا الملاعب دي وموفره لنا كل حاجه نحتاجها ان احنا نطلع نلعب بطولات دوليه.